لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، الكساء ثوب غليظ قد ربطوا في أعناقهم، يعني ربطين الكساء في عنقهم، الإزار النصف الأسفل فقط والنصف الأعلى لا يوجد عليه شيء، وإما الكساء فيكون أكثر قليلا أوسع قليلا فيربطه في عنقه، لأنه عبارة عن حتة قماشة فقط، فيربطه في عنقه، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، اللي طويل شوية يبلغ الساقين، ومنهم ما يبلغ الكعبين. فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، يعني يلمه كده، لأن هو استوب حتة القماشة دي اللي ما فيهاش تفصيل، وهو ما يعني ما عملش فيها إزار بس يربطه في وسطه، لا، عشان يغطي الجزء الأعلى، فهذا أقصى ما كان عليه حال أهل الصفة رضي الله عنه. وهذا يدل على شدة الحال التي كانوا فيها، تركوا بلادهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم مسكن بالمدينة ولا عمل، ليسوا أصحاب أرض، ومعظم أهل المدينة عملهم في الأرض، وبعضهم في التجارة، تجارة تحتاج رأس مال والأرض يريد أن يملك، ومعظمهم يعملون في أراضيهم، فلذلك كان هؤلاء لا يستطيعون أن يتحركوا في الأرض، كما وصف الله عز وجل علي حالهم، فقال: الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال عز وجل للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا الحديث يدل على أن ستر الكتفين ليس من شروط صحة الصلاة، ليس من شروط صحة الصلاة، وأن الأمر بتغطية الكتفين في الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هو إما الاستحباب على قول الجمهور، وإما للوجوب على قول أحمد، ولكن تصح الصلاة بدونه، ليس من شروط صحة الصلاة. وهذه المسألة إذا كان هناك إمكان أن يغطي كتفيه، وإلا فلو صلى في الإزار لأنه لا يقدر إلا على ذلك صحت صلاته، والله أعلى وأعلم، ولا إثم عليه حتى على قول من يقول بالوجوب، والرواية عن أحمد بالوجوب. وعن عائشة رضي الله عنها الحمد لله
حديث مستحيل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم أو من أدم حشوه من ليف. الأدم الجلد، الحاجة الجلد دي ما تبقاش متشربة للعرق أثناء النوم، فبتبقى بتزيد الحرارة، فلذلك كان هذا شديدا جدا. ثم محشي، محشو ليفا، والليف كما هو معروف يعني غير بيتناسقش مع بعضه، لما تحط الليف مع بعضه هتلاقي ليفة هنا عالية وهنا ليفة ايه واطية، لو كان ده الحشو بتاع الفراش. القطن طبعا بيتنفش ويتضرب بيجعل فيه تساوي، طبعا السفنج والحاجات دي دلوقتي بقت ايه، بقت حاجة عالية قوي طبعا. يعني ليف ده ليف النخل، ها الليف ده المقصود اللي هو ليف النخل صح، بس هو شبه الليف بتاعنا. يبقى اصعب من اللي بتاعنا كمان. ها الاحمر ليف عرفوش. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من الانصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة. هذا شرف عظيم أن الرسول عليه السلام جعل سعدا أخاه وخصه، لم يقل مثلا كيف أخونا، قال كيف أخي، وهذه من فضائل سعد. فقال صالح، يعني هو كان به مرض يعني في بعض التحسن، أو صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم، فقام وقمنا معه ونحن 14، من أول 3-13 إلى 19، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، الأرض اللي هي ليس فيها زرع تعمل تراب، حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. يعني ماشيين حافيين. أنا متذكر كده مرة بعد زحمة الحج ضاع مني الشبشب فاضطرت تمشي على الأرض سخنة جامد، تبقى سخنة جامد جدا، طلع لي خراج يوميها. ها لا دي مرة دي ما أودي سنة 1399. فسبحان الله ازاي الصحابة لا ليس عليهم نعال ولا خفاف، ما عندهمش حاجة، مش لابسين حاجة، ولا قلانس، مفيش قلانس، مفيش طاقية، ولا قمص، مفيش قمصان، إلا الأزر. في الرواية الأخرى إلا الأزر، مفيش غير الأزر فقط، لابسين أزر يعني نصهم الفؤاد عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة تحملوا في أول الإسلام تحملا عظيما، والحياة كانت شديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الفخر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. وفيه فضل عيادة المريض من يعوده منكم، وفيه أن أهل المريض إذا جاء هنا من يعوده خصوصا من الصالحين ينبغي أن يتأخروا عنه ليقترب منه العواد لعلهم يدعون له دعوة
تكون سببا في برئه. عن عمران بن حسين، عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. الراجح أنها ثلاثة، القرون الثلاثة الخيرية، هذا اللفظ مأخوذ من هذا الحديث. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق على صحته. خيركم قرني، القرن الجماعة المقترنة ببعضها في زمن ما، وليس المقصود بمئة سنة بالضبط، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم آخرهم موتا سنة 110 من الهجرة، لكن مقصود الجيل، القرن من الزمان عند على المشهور 100 عام، وقيل أقوال أخرى. وأما القرن من الناس، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، جماعة يقترن بعضهم ببعض يعيشون في زمن واحد. فالمقصود بالقرن الذي هو خير الأمم الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. وهؤلاء الصحابة منبع الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابعو التابعون. يبقى هو القرون الثلاثة الصحابة والتابعون ومن تبعهم، والذين من بعدهم أيضا فيهم خير، لكن مشكوك في هذه الرواية، قلنا هما ثلاثة قرون. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، وأن فهمهم للإسلام هو وتطبيقهم له هو خير فهم وخير تطبيق، فالناس تبع لهم بعد ذلك. من خالف طريقتهم كان مذموما، والمقصود بالطريقة إجماعهم، فأما ما اختلفوا فيه فكلام بعضهم ليس حجة على بعض، لكن يستحيل أن يجمعوا في زمن ما في قرن واحد على خلاف الحق. ولذلك دائما نقول أننا نفهم ونطبق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك الذين يريدون أن يلزموننا سلف الأمة دول هم القرون الثلاثة الصحابة ثم الذين لهم ثم الذين لونهم. اللي بيقول لك: طب ما انتوا بتركبوا طيارات، ركبوا جمال، طب ما انتوا دلوقتي بتستعملوا الكهرباء، وده ونحو ذلك بقى من الكلمات السخيفة. احنا بنتكلم على الدين، نتكلم على كيف يفهم الكتاب والسنة. أما أنماط الحياة، إن الناس تزرع إيه وتزرعش إيه وتلبس إيه ومتلبسش إيه، طالما في داخل الحدود التي ورد الشرع بها، يعني سنهاهم عن الحرير، نهى النساء عن التبرج، ما تقولش دي أمور الحياة اللي تختلف بقى، لا. لكن أنت الملابس اللي من أنواع الأخرى، نعم، بالنسبة لأمور الحياة الدنيا التي لا تتعارض مع الشرع التي ليس فيها مخالفة، فهذا مما يتسع فيه الأمر، أن نعيش كأهل زماننا وننتفع بما
ودد فيها سواء صنعه المسلمون أو صنعه الكفار. فلذلك ما تركوه من أمور الدين وهو العقيدة والعبادات وأصول المعاملات قواعد المعاملات، إن هذه هي الأصول الكلية، فلا يجوز أن، وكذا قضية الأخلاق وأحوال القلوب، يعني هم ما اخترعوش في أحوال القلوب السكر ولا الفناء ولا الدهش ولا الهيمان ولا اتكلموا على البقاء والفناء والجمع والفرق. المقامات دي احنا مش هنتكلم فيها الا لشرح ما قد قاله القوم المتكلمون في ذلك فحصلت شبهة عند الناس، ونذكر ما هو الحق وما هو الباطل الذي التبس على الناس بسبب هذه الألفاظ المجملة. فاحنا قضيتنا في فهم الدين هذه الأشياء، نترك ما تركوه ونفعل ما فعلوه. أما في أمور الدنيا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان في آخر عهد الصحابة أهل بدع كانوا مغلوبين منقمعين، السنة ظاهرة، حتى عندما وقعت الخلافات بين الصحابة كانت دعواهما واحدة، ولم يكن فيهم من يظهر البدعة إلى أن ظهر الخوارج، فقاتلهم علي رضي الله عنه الذين كانوا في صفه، ثم ظهرت غلاة الرافضة المؤلهين لعلي فقاتلهم علي رضي الله عنه، كانوا شر من الخوارج. ثم ظهر في عهد التابعين، في عهد الصحابة أيضا، القدرية، وتبرع منهم الصحابة وقمعوهم. وبعدهم في عهد التابعين وتابعي التابعين نجمت البدع كالجهمية والمرجئة ونحو ذلك، فأيضا رد عليهم التابعون وتابعي التابعين. بعد ذلك بدأ انتشار البدع، ثم ظهر قوم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يستهينون بأمر الشهادة، عن عايز أي حد يروح يشهد، وهو ربما اللي بيتهاون في الشهادة ده بيتهاون في مضمونها، يبقى ما بيتحراش ان هو شاف ولا ما شافش، زي ناس كتيرة جدا تروح تشهد النهاردة وهي ايه ما شافتش، والقاضي يقول له شفت، يقول له اه، سمعت، يقول له اه، وهو لا شاف ولا سمع. فترتب على ذلك الخلل، ولا يستشهدون، يعني لا تطلب منهم الشهادة، اما لعلم اهل الحق بأن شهادتهم دائما شهادة زور، أو لأن عندهم من أهل العدل ما يغني عن شهادة هؤلاء. ولذلك الإنسان ما يقولش أشهد إلا لو تعينت عليه، تعينت عليه إن صاحب الحق يطلب للشهادة، ولا يأبى الشهداء إلا ما دعوا، أو يكون هو الوحيد اللي معاه واحد كمان مثلا، هم دول اللي شاهدوا له الواقعة، أو وحيد في الأموال، شاهد وحيد، وطارق صاحب الحق هيحلف معاه. فلذلك إن هنا تتعين الشهادة، وإلا فالأصل أننا لا نشهد حتى نستشهد. لما يكون صاحب الحق ما يعرفش إن معي شهادة له وهيضيع علي الحق، لو أنا ببلغتوش أروح أبلغه، وهو بعد ذلك يستشهدني أو لا، من استدعى للشهادة فإنه يشهد، ويجب عليه أن يشهد بالحق. التهاون في الشهادة والتهاون في العهد، كان الصحابة يضربون التابعين الصغار وهم صغار على يقول أشهد، أو يقول عاهدت الله، أو أخذ عهد الله، كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار، أو تابعي التابعين. قال ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة، تضييع الأمانة، فلذا لا يأتمنهم الناس،
وأعظم الخيانة خيانة العامة، أن يخون في أمور المسلمين العامة، إما في الأموال وإما في الولايات. يتولى ولاية لا يقوم بحقها، إما يضيعها أو يأخذ أو يستعملها لمصلحته ومصلحة أولاده وأقاربه، ولا يراعي حق الله فيها، وكذا لا يعني يولي، يعني يجب على الوالي ألا يولي إلا من يصلح. ففي زماننا يخونون فيستبعدون الصالح ويستأمنون الخائن ويولون الخائن، فيترتب على ذلك ضياع البلاد. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخذ الأموال العامة بالرشوة أو بالغش أو الخداع أو التلفيق والتزوير، هذا خطر عظيم. من ضمن الخيانة الغش اللي موجود في الامتحانات، الظلم البالغ اللي بيتعرض له المتفوقون حقيقة بسبب إتقان غيرهم للغش. يبقى مش متقنين للمواد، بل بيتقنوا لإيه؟ الغش، ويظلم كثير من الشباب. لذلك نقول هذا الأمر لا بد أن يحذر منه، ونقول للشباب اللي هم كانوا مستحقين للمجموع بجهدهم هنيئا لكم فعلا، وربنا يرزقكم. مش بس ان هو لازم يطلع دكاترة ومهندسين، يكفي انكم اهناء، وانتم باذن الله رزقكم مكتوب ومقدر، لا يوجد احد يأخذ غير رزقه. واللي بيساعدوا على ذلك رغم كل الاحتياطات، اللي بيساعد على ذلك اللي بيبقى وظيفته ان هو يراقب ولا يراقب، انت مش هتقوم بمهمتك، ما تقوم ما تاخدش الوظيفة. تقولك اصل انا عايز الفلوس، خلاص يبقى قوم بوظيفتك. خايف؟ باذن الله استعن بالله ويكون معك في بلدك البلد اللي انت فيها بالتأكيد اناس ملتزمون بالدين واناس طيبون فيقفون معك باذن الله، وأيضا بادر بإبلاغ الشرطة إذا خفت على نفسك في قضية الغش، لأن الغش من صور الخيانة وتضييع الأمانة. قال وينذرون ولا يوفون. النذر أمر عظيم، هو من الحلف، ولكن غلظ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن ينذر الإنسان ولا يفي. قال تعالى في صفة المؤمنين يوفون بالنذر، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. لما نذرت عائشة أن لا تكلم ابن الزبير، لما تكلم في إنفاقها للأموال قال لئن لم تتوقف لأحجرن عليها، فغضبت منه غضبا شديدا، فحتى نذرت أن لا تكلمه، وظلت على ذلك إلى أن تمكن ابن الزبير من الدخول عليها خلسة واعتنقها، وظل يبكي ويناشدها أن المقاطعة لا تجوز، تقول إن النذر لشديد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في النذر، وأعتقت 100 رقبة في النذر، مع أن كفرته كفارة إيه؟ يمين، بس هو شديد، لأن عدم الوفاء بالنذر أمر خطير، فاحذروا أن تحلفوا ولا توفوا إلا إذا كان حلفا على معصية أو حلفا على مباح فيباح أن تكفروا، أو تأتي الذي هو خير وتترك الذي هو أدنى. والنذر أشد، وأما نذر المعصية فالصحيح أنه فيه كفارة يمين،
ونذر المباح هو حكم الحلف، الراجح وجوب الوفاء به، وإن أراد أن لا يفي فيجزيه كفارة يمين، وأما نذر الطاعة فيلزمه. ولا يجوز أن يكفر إلا إذا كان له عذر في ترك النذر، قال ويظهر فيهم السمن. السمن السمن زي ما نقول إحنا يأكلون كثيرا، الناس بتقعد تتريق على الرئيس لما يقعد يتكلم على زيادة الوزن، وده في الحقيقة كلام يعني اللي يقعد يسخر من ذلك سيء. زيادة الوزن علامة على كثرة الأكل وقلة الحركة، ولذلك احنا بنقولش ان السمين ما يشتغلش، بس ينبغي ان يجتهد الناس في الوزن الصحي، الوزن الثقيل، الوزن السمين اللي هو فيه يظهر فيه السمن كما ترون مذموم، وهو ضار صحيا، فلذلك نسأل الله أن يعافينا من ذلك. كل شوية يقولوا يا إخوة أيو خسيت مصلح. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحاجة زيادة عن الحاجة إن تبذلها خير لك، وإن تمسكها شر لك. أي حاجة زيادة، طب شر إيه؟ شر محرم إذا بخل بالواجب، ما يديش الزكاة الواجبة، أو يلاقي واحد جعان يسيبه جعان ولا يعبأ به ولا يطعمه وهو قادر على إطعامه وعنده فضل طعام، واحد ناس متبهدلة في المواصلات واحد عنده فضل ظهر. طبعا إذا كنت ترى عليهم علامات الصلاح فبادر إلى إيه؟ إلى حملهم. وهناك شر نسبي، أي ليس بمعنى المحرم، ولكن فوات الثواب شر، فهذا في البخل المكروه يؤدي ما عليه من الواجبات، أدى الزكاة الواجبة وأدى النفقات الواجبة عليه وعلى عياله وعنده فضل، يترك إعطاءه لمن لا فضل له، لمن لا شيء عنده وهو قادر على إعطائه، ولكن ليس مضطرا ذلك الآخر، لكن يوسر على المسلمين. قال ولا تلام على كفاف، اللي عنده الكفاف فقط ما يكفي فقط، لا ما يسد الرمق كما ذكروا، الصحيح أنه يقال ما يكفي الحاجة فقط، لا يلام الإنسان عليه. وأبدأ بمن تعول، يبدأ بأهله وعياله ورقيقه في الزمن الماضي العبيد، ما ينفعش يسيب حد هو مسؤول منه ويتركه، يتخانق مع أمهم يسيبهم من غير نفقة، يسيب العيال من غير نفقة ويطلقها ويسيبها ملوش دعوة بيها، وناس تانية تبقى متجوزة والست اللي بتطلع تشتغل والراجل قاعد لا يعمل، ولو لم تعمل المرأة لجاعوا أو لم تسأل الناس. أحيانا الناس تبقى الأمور صعبة جدا، لا ابدأ بمن تعول، دول في رقبتك في مسؤوليتك، نفقة الواجبة تبدأ بها على أهلك وعيالك وأقاربك الوالدان الوالدين ومن ترثهم والمحارم، كل هؤلاء إذا احتاجوا نقصت يعني ما نقصت يعني ما عندهم نقص ما عندهم من عن قدر الحاجة
وهناك من عنده فضل من هؤلاء الأقارب فليبادر إلى صلتهم والنفقة عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.